حتى يتبين لهم أنه الحق. علميا هناك بحث أحببت أن أتحدث عنه نشر عام 2013، حقيقة بحث فريد من نوعه. درس العلماء ظاهرة الحسد، يعني عندما تنظر أنت لشخص لديه مال مثلا وتتمنى أن يزول هذا المال عنه وأن تكون هذه النعمة التي هو فيها أن تكون لك هذه النعمة وأن يصيبه شر مثلا، هذا الإحساس أو هذه الحالة أخضعت للتجربة. هذا البحث أيها الأحبة نشر في الشهر السادس في عام 2013 على موقع ساينس ديلي، وتبين للعلماء أن الدماغ ينشط بشكل معقد جدا أثناء عملية الحسد، فالدم يتدفق عبر أجزاء الدماغ بسرعة ويكون هناك نشاط كبير غير اعتيادي للدماغ، يعني هذا الأمر أثبت علميا. الحالة العاطفية للإنسان أيها الأحبة عندما الإنسان يتأمل ويخشع لله تبارك وتعالى وبخاصة في الصلاة يكون تدفق الدم قليلا والدماغ يعمل بطريقة مريحة. أثناء الحسد تجد أن الدماغ ينشط في أجزاء محددة قليلة، طبعا هذه الأجزاء يكون فيها تركيز عالي جدا للطاقة وللدم، وحتى الموجات التي يبثها الدماغ باستمرار تختلف، يعني موجات الحاسد التي يبثها الدماغ، هناك ثلاثة أنواع من الأمواج الكهرومغناطيسية يبثها الدماغ باستمرار. هذا أيها الأحبة منذ الليلة الثانية والأربعين عندما كنت جنينا بدأ دماغك ببث هذه الموجات الكهرومغناطيسية، ولا تتوقف إلا بعد الموت بقليل، بعد أن تموت بقليل تتوقف، سبحان الله لا تتوقف أبدا، في الليل في النهار أثناء النوم أثناء المرض في كل الحالات لا تتوقف هذه الموجات التي يبثها الدماغ إلا بعد الموت، وتبدأ في الليلة الثانية والأربعين. اعتبرها بعض العلماء أنها دليل على نفخ الروح، لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتذكره معكم، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها، إلى آخر الحديث الذي رواه الإمام مسلم. فهذه الموجات التي يبثها دماغك أيها الحاسد تؤثر على الآخرين، ويمكن أن تؤثر تأثيرا سلبيا. يعني يقول العلماء عندما تكون حزينا فإن الدماغ يعاني من بذل جهود إضافية، أيضا هناك مناطق تنشط أثناء الحزن، لذلك كل آيات القرآن التي ورد فيها الأمر فعل أمر وجاء فيها الحزن دائما لا تحزن لا تحزنوا، مثلا لا تحزن إن الله معنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، كل الآيات أيها الأحبة فيها نهي عن الحزن. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد لنا الخير، يريد لهذا الدماغ أن يعمل بحالة هادئة، ولا يريد أن يشتت الطاقة الموجودة في الدماغ على أشياء تافهة لا تضر أو تضرك ولا تنفعك. يريد القرآن منك أن يجعل كل طاقتك للخشوع والتأمل والتدبر وأن تكون مسرورا سعيدا. لذلك الله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك ينصح العلماء اليوم أيها الأحبة، ينصح العلماء بعدم الحزن تفاديا لتلف جزء من خلايا الدماغ التي تسبب الشيخوخة المبكرة أو ما يسمى بالزهايمر أو فقدان الذاكرة. الحسد أيها الأحبة كما لاحظ العلماء يؤذي الدماغ، يؤذي دماغك أيها الحاسد، لذلك احذروا أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الحسد
واستعاذ من شر الحاسدين. الحسد شيء سيء جدا، والعلم يثبت ذلك. يعني هذا الكلام موجود على موقع ساينس ديلي لمن أحب أن يطلع. فأنت عندما تشعر أن أحد يمكن أن يضرك، هناك جزء من آية بسيط جدا الحقيقة، وأنا يعني دائما أكرره وأنصح بذلك. الله تبارك وتعالى يقول: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عندما تكرر هذه الآية 7 مرات أو جزء من آية 7 مرات، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 7 مرات، تشعر في داخلك براحة نفسية عظيمة، وتشعر أن الله تبارك وتعالى قريب منك، وهو قريب بالفعل، وهو معكم أينما كنتم، وتزول عنك هذه الأحاسيس المدمرة، الأحاسيس السلبية هذه التي تظن أن فلان قادر أن يضرك. هناك أيضا مقطع في سورة البقرة يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. 9 كلمات تقولها 7 مرات: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. التكرار هنا ضروري أيها الأحبة لخلق أثر في عقلك الباطن أن الذي يضرني هو الله، فلماذا أخاف من فلان؟ لا يصيبني إلا ما كتب الله لي. وهناك أيضا الآية الكريمة الشهيرة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. احفظوا هذه الآيات، كرروها 7 مرات، هذا سيحدث أثرا عميقا في دماغك وفي عقلك الباطن أو غير العقل اللاواعي، ما يسميه العلماء كذلك، يحدث أثرا يمنحك اطمئنانا أن الذي يضر هو الله، الذي ينفع هو الله، الذي يكفيني هو الله، فسيكفيكهم الله. لذلك أيها الأحبة، الإسلام نهى عن هذه العادة السيئة، بل أمرنا الله تبارك وتعالى أن نلجأ إليه ونستعيذ به من شر الحاسدين. قال تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. لذلك يمكن أن نقول إن هذا الاكتشاف العلمي حول الحسد لا يناقض القرآن، يتفق مع القرآن. إذن القرآن ليس كتاب أساطير كما يدعي بعض الملحدين. الملحدون شككوا بموضوع السحر والحسد، والعلم اليوم يكشف أضرار هذه العادة السيئة، الحسد وغيرها. وبالتالي فإن هذا الحسد الذي أثبته العلماء اليوم، ويقولون إن العلاج لهذه الظاهرة أن تعتقد أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يضرك، أن تعتقد أن هذه النعمة لن تزول بسبب هذا الإنسان، لأنك أنت حصن نفسك. يعني هم دائما العلماء الذين لا يؤمنون بالله يعالجون هذا الأمر بأن تزيد ثقتك في نفسك، ثقتك في نفسك، وتزيد وكأنك أنت الذي تسيطر. أما القرآن يعطيك أسلوب رائع للعلاج، يبرئك من نفسك، تتبرأ من حولك وقوتك ونفسك وسلطتك وكل شيء، وتلجأ إلى الله. أعوذ أي ألتجئ، يعني أحتمي بالله، تماما مثل أنت إذا كنت ضائع واحتميت بملك من الملوك، عذت به أو لجأت إليه أو احتميت به، فأنت تحتمي بالله عز وجل. إذا احتميت بالله هل يستطيع أحد أن يضرك؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم. وإلى سؤال آخر قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.